البعض ما يقدر يستغنى عن استخدام فلاتر السوشيال ميديا وهم ياخذون صورهم، لدرجة انه اغلب البنات صاروا يشبهون بعض. ومن هنا زميلنا مبارك الكويك بيسأل الناس، تقدرون تتصورون بدون فلاتر ولا تعتبرونها قلة ثقة في النفس؟ خلونا نشوف آراءكم وبعدين نرجع انا وراه. لا اصور من دون فلتر. بعدين اكثر يعني اكثر الناس الان فلاتر، يعني يا اما مكياج او فلتر سناب، فانا افضل اكون بدون فلتر. لا اكيد ممكن تصور بدون فلتر، بالعكس لما تصور بفلتر هذه قله ثقه بالنفس، فلا اجو انك تصور بدون فلتر. لا عادي، بس لازم تكون الوحده واثقه من نفسها وما تكون متوتره وهي تصور، فعادي احس مره. اي ما بعتبر حالي كثير حلوه، بس انه فكره خلص خلقنا بدون فلتر، فخلص طبيعي انه تصور بدون فلتر. لا اقدر اتصور بدون فلتر، مرتفع اكيد، كل واحد واثق من نفسه. يعني خلوني اول شيء اخذ راي رؤى. ليه كذا على طول يا ودي؟ رؤى ايش رايك؟ شوفي انا من الناس اللي اصور بفلتر، ومستحيل اني اصور من غير فلتر، لانه احس من الادبيات اللي اطلع فيها على الناس على السوشيال ميديا اكون جلوي مرتبه، يعني مو لازم اصحى من النوم وانا ملامحي يعني تعرفي صحي من النوم. ما اعتمد كثير على المكياج قد ما اعتمد على الفلاتر، فانا ما احس انه هو غلط. اهم شيء انه الفلتر اللي استعمله ما يغير لي ملامحي، يعني هي ملامحي بس يعني صفي بالضبط كذا ينورها، بس انا احس انه هو غلط. بالعكس يعني الصح ان الواحد يصور بفلتر. تدرين مش اللي انا استغربه؟ انهم يربطون الفلتر بالثقه بالنفس. ابدا والله العظيم ما له دخل، يعني احنا قاعدين نصور تلفزيون من غير فلاتر، صحيح شاشات من غير فلاتر، بس دائما اقول في تصوير الجوال كاميرا الجوال مو زي الكاميرا، يعني اصلا ما تطلعكي بالشكل الطبيعي، فطبيعي ان انا استخدم فلتر، خصوصا الكاميرا الاماميه. يعني يعني انا والله انا بالكاميرا الاماميه ضيم مظلايم، خشمي هذا كبرى، فطبيعي اني انا بستخدم فلتر بالضبط. يعني والله وانا بالطبيعه خشمي صغير قد النقطه على فكره، يعني قد يعني احس انه ما له دخل في ثقه النفس. ثقه النفس تكمن في تصرفات الشخص. انا ما ادري انا قاعده اقول هذا الكلام ببرر لنفسي ولا لا، وانا ابرر معاك لنفسي، نبرر لانفسنا بالفلتر. لا لا هو فعلا يا بنات اذا الفلتر يحليكم استخدموه، وما له دخل في الثقه بالنفس، واذا الفلتر يغير ملامحك خفي على نفسك شوي، هذا اللي انا عندي اقوله. الا صحيح معك حق، انا يمكن هذه انواع الفلاتر اللي تكون مزعجه بالنسبه لي، تحس ان ملامحك مره تغيرت، تشوفي هذا الكائن على الطبيعه مختلف تماما عن الطبيعي عن اللي بتشوفيه على الجوال. الفلاتر موجودة لأسباب معينة مختلفة، ماني ضد استعماله، لكن نوع الفلتر صح وقديش هو يغير الواحد. أحيانا في فلاتر شوي تفتح العين، في بعضها على قولك بلاشر، في بعضها تخلي الإنسان كأنه نازل من مكوك فضائي صح مختلف تماما عن الطبيعة، فهو يختلف ايش نوع الفلتر الواحد يستعمله. بس انا برضو زي ما كنت بتقولي نصيحه، انه الواحد ان كان معتمد على موضوع الفلتر، انا ملاحظه حتى الرجال صار في فلاتر خاصه بالرجال صح، استعملوا فلتر عادي، لكن انتبهوا تتعودوا على فلاتر تغير ملامحكم صح، لانه هذا الشيء اللي ممكن فعلا يسبب لهم ازمه. طيب انت ايش رايك بالبنات اللي يستخدمون فلاتر تغيرهم لدرجه التنمر؟ يعني ممكن انا اشوفها بفلتر بعدها اتفاجئ فيها في الطبيعه من غير فلتر ويتنمر عليها ناس. هل تشوفين من حق الشخص انه مثلا يقول لك انك انت يا الله مو زي اللي بالسناب او مو زي اللي بالسوشيال ميديا، تحسين من حقهم يقولون ذا الكلام ولا لا؟ يعني لو ما احوجت نفسها ما كان سمعت هالكلمه. يعني شوفي اصلا كثيرا اسمعها، بالعكس اسمعها انه يا الله انت على الطبيعه احلى، انت على الطبيعه انعم، وهذا الحقيقي الملامح الطبيعيه دائما تبين احلى صح. الفلاتر على اللي تغير الملامح مبين انه هي اوفر عمليات تجميل. طيب صح. انا ما احس انه يعني الانسان لازم يوزن كلمه اللي يقولها مهما كان، لكن اذا قلت هذه الكلمه بشكل صريح او قلتها في خاطري حيكون الاحساس واحد، شعور اتجاه هذا الشخص اللي انا بتكلم معاه.
فذات سوي كنت بقول قبل شوي اودي انه الواحد اذا يبغى يستعمل فلتر يحاول يعتمد على فلاتر تكون اقرب الى الملامح الطبيعيه. صح يعني الملامح. وانت ايش رايك؟ انا نفس رايك دائما اقول يعني حلو الواحد يستخدم الفلتر. على فكره ترى فلتر اودي مره حلو، شوفي كيف قاعده بروج الفلتر الخاص بك. عندها فلتر تبع فلترين. عندي فلترين والله. لا ما يعني ما تغير الملامح، ما توسع العين، ما تصغر الخشم، تخليكي طبيعيه بس تعطيكي سوفت. كيف بس روجت اعلان اليوم انا وانت يا ويلي. طيب عموما خلينا نطلع فاصل. اكيد. طيب يلا مشاهدين نطلع فاصل من بعد نكمل باقي الفقرات. بعد الفاصل، لماذا لا تدوم الصداقات الثلاثية؟ وهل هي صداقة مربوطة بالفشل؟